احباب السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا لاباس. المهم هذا ماشي فلوغ، هذا ماشي المهم هذا الفيديو ما فيه تاع ما عنده تاع علاقه لا بمعلومات تاع فرنسا لا فلوغ لا حتى شي حاجه. المهم خرجت هذا الفيديو راه للبنات والاخوان لكل شيء. بحرا خرجت من عند لو ميدسان راديولوجي، هي هذيك درتها لالا اسيدي ان كونترول البزازلي لي سان على قبل اللي كنت ديجا دايره ماموغرافي ودايره لا بيوبسي في شهر سبتمبر، ودابا حنايا في الاخر تاع جونفي 2020 كانوا عندي كورات، باقيين عندي كورات نراقبهم باش ما يكبروش، لان اللي كبروا خاصين نفتح. المهم حنا تنراقبو وتنشوف مع لو ميدسان تاعي تاع لا راديولوجي باش واش كلشي في بلاصتو. ريان درتي لا سانتور؟ وي يا هذيك. المهم حنا تنراقبو هذاك الشيء. المهم علاش درت هذا الفيديو؟ درت هذا الفيديو باش نقول للبنات والاخوان تما الرجال راه عندهم سميتو، عندهم عيالاتهم، عندهم خواتاتهم، عندهم بناتهم. المهم هاد المسائل تاع السرطان كثرت بزاف، تنشوفوه في الوليدات، تنشوفوه في الناس الكبار، تنشوفوه في الناس الصغار. المهم كل شيء كثر هاد المرض، يعني من الاحسن بنادم يراقب ويشوف اش كاين، سي ميو. انا علاش سميتو كنت في سبتمبر مشي درت هاد الماموغرافي لا بيوبسي اشنا هي بعداك لا بيوبسي راني كنشرحها واحد المره، هي واحد النوع تاع التحاليل تنديروهم بروفون، واحد النوع تاع التحاليل تنديروهم بروفون، تدير لك واحد ليبرة تدخلها لك في البزوله في هذوك الكرات وتتجبد هذاك الماء اللي كاين في هذوك الكرات وتيمشوا التحاليل يتقلبوا واحد الشهير باش يشوفوا واش حميد ولا خبيث هذاك سميتو هذاك الماء اللي كاين. المهم انا نوقف باش نكمل الهضره لان الهضره انا صايقه صافا يا هذيك. المهم الحاجه اللي نقد نقول لكم عليها، سمحوا لي، الحاجه اللي نقد نقول لكم هو ان الانسان هو اللي يراقب، ان الانسان هو اللي يشوف، لان فهادشي تاع المرض تاع السرطان من الاحسن واحد يراقب، لان اللي راقب تتكون القضيه سهله، واللي ما راقبش تتكون القضيه قاصعه. علاش انا مشيت درت لا ماموغرافي ودرت لا بيوبسي ودرت هادشي؟ لان عندنا في الفاميلا عندنا مرض السرطان، يعني هذيك سميتو في الفاميلا اللي مراض قالوا لي سيري قلبي لان الوقايه خير من العلاج. الانسان هو اللي يقلب، الانسان هو اللي يشوف اش كاين، الانسان هو اللي يدير لي عليه باش يعرف اش كاين. ا سيغتان اج ا سيغتان مومون اون بوز لا كيستيون تنشوفو واش سميتو واش حنايا بخير ولا ما بخيرش، ماشي نتسناو تا نمرضو نبداو نتجاراو هذاك الشيء. المهم الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الدكتور تاع صدعني هذا السينيال. الدكتور تاع الراديولوجي قال لي حتى شي حاجه ما كبرت، كل شيء باقي في بلاصتو، باقى عندي 35 مليليتر مليمتر. قال لي اللي كبر قال لي هنفتحوا هنجبدوا هذاك الشيء هنحيدوا لك الكرات، مي طونكو ما كبرش حتى شي حاجه ما تململت، كل شيء باقي هو هذاك. اون فا كونترولي، هرجع عندهم في من هنا واحد 6 شهور. دابا هذا لا فان دو جانفي 2020، يعني من هنا نحسب واحد 6 شهور ورجع عندهم. قال لي انا ما رجعتيش، رانا نعيطوا لك في التليفون باش ترجعي. فوالا هذا غير كانت واحد سميتو فيديو بالنسبه للناس، الوقايه خير من العلاج، الواحد هو اللي يراقب، الواحد هو اللي يشوف. وسميتو ريان الله يهديك. المهم خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو احسن من هذا، الله يفرحكم والله يسهل لكم الامور.